السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله هنكمل شرح منهج KG2 كونكت بلس الترم التاني، وكنا بنشرح يونت 6 الوحدة السادسة. Let's play games يعني دعنا نلعب الألعاب، خلينا نلعب الألعاب المختلفة. وطبعا احنا كنا وصلنا لبيج 23 او صفحة 23، وهنبتدي نشرح بيج 24 او صفحة 24. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نذاكر فيه ونكتب منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بيج 24 عنوانها Let's play hide and seek. هايد اند سيك يعني الاستغماية الغميضة، ده اسم اللعبة. احنا كلنا عارفين لعبة الاستغماية اصحابي، طبعا بيبقى فيها حد بيستغمى او بيغمي عينيه، والمجموعة التانية من الاولاد او من الافراد بيدوروا على اماكن مختلفة يستخبوا فيها. هو بيقعد يعد مثلا من 1 لـ20، بعد كده بيدور عليهم، واي حد بيمسكه بيكون مش فايز، لغاية آخر واحد بس هو اللي بيكون فايز، ويختار واحد تاني بعد كده يبقى هو السيكر، السيكر أو اللي بيدور على الباقيين أو اللي بيستغمى. فعندنا مجموعة من البلايرز أو اللاعبين، واحد بيغمي عينيه وده بيبقى اسمه السيكر، سيكر يعني الباحث أو اللي بيدور عليهم. وطبعا الباقيين بيعملوا عملية هايدنج أو بيستخبوا، بيحاولوا يخبوا نفسهم من السيكر ده علشان هم يبقوا الوينر في الآخر. فعندنا هنا بيقول لنا Let's play hide and seek، دعنا نلعب الغميضة أو الاستغماية. وهنا طبعا بيزي بي بتقول لنا read and complete. read يعني اقرأ، and complete وأكمل. وبيكلمنا هنا يا أصحابي عن أربع كلمات جديدة المفروض نبقى حافظينهم كويس وعارفينهم كويس. أول كلمة اسمها إن يعني في، لما يبقى حاجة جوه حاجة، لما مثلا أنا أحط حاجة في صندوق بقول عليها in the box، لما بقول في داخل شيء معين بقول عليها إن، يبقى إن في، موجود في حاجة معينة. فإن لو أنا حاطط حاجة معينة في صندوق في علبة بقول عليها إن، لو أنا واقف مثلا جوه دايرة معينة بقول عليها إن، لما بحط حاجة جوه كتاب أو جوه كشكول بقول عليها إن، يبقى إن في أو في داخل. تاني كلمة أون يعني على. أون طبعا لما بحط حاجة فوق حاجة، لو حاطط كتاب فوق كتاب بقول عليها أون، لو حاطط حاجة على الترابيزة على المنضدة بقول عليها أون، لو حاطط حاجة فوق حاجة معينة تانية بقول عليها أون، يبقى أون على، أون على. تالت حاجة أندر يعني تحت، لما بيبقى عندنا حاجة تحت حاجة، مثلا أنا حاطط حاجة تحت المنضدة تحت الترابيزة بقول عليها أندر، لما ببقى حاطط كتاب تحت كتاب بقول عليه أندر، لما ببقى حاطط حاجة تحت حاجة بيبقى اسمها under. under يعني تحت. طب ايه هي behind؟ behind يعني خلفة، لما مثلا انا اكون واقف ورا الشجرة بقول عليها behind the tree، لما مثلا ببقى حاطط حاجة خلف حاجة بقول عليها behind، اي حاجة موجودة خلف حاجة تانية بيبقى اسمها behind يعني خلفة، يعني موجود وراها خلفها، يبقى behind يعني خلفها يعني ورا، موجود حاجة ورا حاجة. فهم دول الأربع كلمات اللي احنا عايزين نحفظهم ونبقى شاطرين واحنا عارفينهم كويس. in يعني في، on يعني على، under يعني تحت، وbehind يعني خلفها. وهنا بيقول لنا اول حاجة طبعا مجموعة من اصحابنا بيلعبوا هايد اند سيك او بيلعبوا الاستغماية او الغميضة. فاول حد هنا البنوتة الجميلة دي المفروض ان هي she is hiding هي مستخبية. المفروض ايه بقى؟ ان
ولا on ولا under ولا behind the bushes. bushes اللي هي الشجيرات، اللي هي الشجرة الصغيرة دي والشجيرات الصغيرة دي اللي بين الشجرة الكبيرة وبين الأعشاب الصغيرة دي اسمها bushes. bushes يعني الشجيرات، الشجرات الصغيرة. فهي موجودة فين يا أصحابي؟ in ولا on ولا under ولا behind the bushes. شاطرين، هي موجودة خلفها، موجودة وراها، يبقى behind. she is hiding behind the bushes، يبقى هي موجودة أو مستخبية خلف الشجيرات الصغيرة دي اللي هي البوشس. طب هنا الكاتس الصغيرة الجميلة دي، the cats are dots the basket. الكاتس أو القطط دي are in في أو في داخل ولا on على ولا under تحت ولا behind خلف the basket. the basket اللي هي السلة، هي موجودة فين يا أصحابي؟ in ولا on ولا under ولا behind؟ شاطرين، in هي موجودة في داخل الباسكت، هي واقفة هي جوه الباسكت، فهنقول هنا in. يبقى the cats are in the basket. the cats are in the basket. طب السيكر دي او البنت اللي عامله عمليه الاستغمايه دي ومهم يعنيها علشان بعد كده تدور عليهم، she is the seeker، هي الباحث، هي اللي بيدور عليهم. هو بيقول لنا هنا she is the seeker. طب هنا صديقنا ده بيعمل ايه؟ he is dots the slide. هو in ولا on ولا under ولا behind؟ هو ايه يا اصحابي؟ ان في ولا في داخل ولا اون على ولا اندر تحت ولا بيهايند خلفه؟ ذا سلايد، ذا سلايد اللي هي الزحليقه. شاطرين، هي از اون ذا سلايد. اون ذا سلايد يعني على الزحليقه، فاون هنا لان هو عليها، موجود عليها، فيبقى هي از اون ذا سلايد. طب صديقنا التاني ده، هي از ان ولا اون ولا under ولا behind the slide؟ هو موجود فين يا أصحابي من الزحليقة؟ in في داخل ولا on على ولا under تحت ولا behind خلف the slide الزحليقة؟ شاطرين، هو واقف تحت منها، يبقى he is under the slide. he is under the slide يعني هو تحت الزحليقة وواقف تحت منها. وبكده عرفنا الكلمات الجديدة بتاعت page دي، وهي اسمها preposition، وهي اسمها prepositions. prepositions او حروف الجر اللي بتعرفنا اماكن الحاجات المختلفة حوالينا. احنا مطلوب مننا بس نبقى عارفين معنى الاربع كلمات دي ونحفظهم كويس، علشان هو ده المطلوب مننا. فدي ان يعني في او في داخل، on يعني على، under يعني تحت، وbehind behind يعني خلف. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكوا معي ونوصل لبيج 25 او صفحة 25، وعنوانها animals in the park. animals يعني الحيوانات، in the park، in the park يعني في المتنزه، المتنزه المكان اللي احنا بنتنزه فيه. وهنا طبعا بيكلمنا عن الجزء بتاع الساينس، الساينس او العلوم، اللي بيكلمنا عن الحيوانات المختلفة وكل حيوان بيعيش في مكان شكله ازاي، او البيئة بتاعته او الهابيتات بتاعته عبارة عن ايه. فهنا بيقول لنا where do the animals live. where do the animals live يعني اين تعيش الحيوانات. cut and stick. cut and stick يعني قص والصق. فهنا هو بيقول لنا نروح على page number 93 او صفحة 93، ودي تقريبا اخر صفحة في الكتاب. هنشوف فيها مجموعة حيوانات، هنقصها من هناك وهنعمل cut، وهنيجي هنا نلزق كل حيوان وفي المكان المفروض بيعيش فيه في البارك دي. تعالوا نروح page 93، خليكم معايا. و page 93 او صفحة 93 عنوانها animals in the park او الحيوانات في المتنزه. بدينا هنا صورة 6 animals او 6 حيوانات. اول حاجة التيلابيا. التيلابيا يعني سمك البلطي. تيلابيا، تيلابيا، تيلابيا يعني سمك البلطي.
وسويفت. أسويفت يعني الطائر، يعني العصفور. أسويفت، سويفت يعني طائر أو عصفور. سويفت، سويفت. ومدينا كمان الليدي باج. ليدي باج يعني الخنفسة الصغيرة، الخنفساء الصغيرة. الليدي باج، ليدي باج، ليدي باج، الخنفساء الصغيرة. ومدينا كمان الكاميليون. كاميليون يعني الحرباء، الحرباء يا أصحابي، اللي هي كائن بيبقى شكله زي ما احنا شايفين قدامنا كده، وبتتلون بلون البيئة اللي هي موجودة فيها. ربنا اداها خاصية في جلدها ان هو يتلون بلون البيئة او المكان اللي حواليها. دي اسمها كاميليون. كاميليون يعني حرباء. كاميليون، كاميليون، كاميليون. وأدك دك يعني البطة، طبعا كلنا عارفين البطة. دك، أدك، أدك. وآخر حاجة الفروج أو الضفدع. أفروج، أفروج، أفروج. وبكده احنا عرفنا ان احنا هنقص السكس أنيمالز دول أو الست حيوانات دي علشان نروح نلزقها ونعمل لها عملية ستيك في البيج نمبر 25 أو صفحة 25. فاحنا كده عملنا لها عملية كات. هنروح بقى نعمل لها عملية لصق هناك. ورجعنا لبيج 25 او صفحة 25. فاول حاجة بتعيش في المياه هنا يا اصحابي ايه هي؟ شاطرين، سمك البلطي اللي هو التيلابيا. تيلابيا يعني سمك البلطي. فهنلزق هنا صورة سمك البلطي زي ما احنا شايفين. التيلابيا، التيلابيا، التيلابيا. طب واللي بيطير في الهواء هنا يا اصحابي العصفور اسمه ايه؟ اسويفت. فهنلزق هنا صورة السويفت، هو بيطير في الهواء. اسويفت، اسويفت، اسويفت. طب والدك، الدك او البطة الجميلة اللي احنا شفناها من شوية المفروض بتعيش فين؟ بتعيش طبعا على الجراس او على العشب ده لانها بتمشي على الارض العادية. فهنحط هنا صورة الدك وهنقول ادك، ادك، ادك. طب والكاميليون، الكاميليون او الحرباية بتعيش فين؟ بتعيش برضو بين الاعشاب المختلفة وبتعيش برضو على الشجر. ممكن نحط صورتها هناك كده هو تحت الشجرة لانها ممكن تكون بتستخبى بين الاعشاب والشجرة. فهنقول اكاميليون وهنلزق هنا صورة الكاميليون. اكاميليون، اكاميليون. طب والخنفساء الصغيرة او الليدي باج بتعيش فين يا اصحابي؟ بتعيش ان تكون برضو بتعيش في الاعشاب. فهنحطها هنا بين الاعشاب المختلفة وهنقول ليدي باج. وهنعمل لها هنا عملية ستيك. ليدي باج، ليدي باج، ليدي باج. واخر حاجة اصحابي الفروج او الضفدع بيعيش. طبعا الفروج او الضفدع ممكن يعيش في المية، ممكن يعيش على الارض تاني. فهنخليه على الشاطئ الجميل ده ما بين العشب وما بين المية. وهنحط هنا الصورة بتاعت الفروج او هنعمل لها عملية ستيك في المكان ده وهنقول افروج، فروج، افروج. وبكده احنا عملنا كات وعملنا ستيك كمان. قصينا الصور من بيج 93 وعملنا لها ستيك هنا هوت في البيج دي. كل انيمال او كل حيوان في المكان المناسب بتاعه. طب هنا كمان بيزي بي بتقول لنا listen, point and say. listen يعني نسمع اسم الحيوانات واحنا بنلزقها طبعا مع التيتشر بتاعنا او مع بابا وماما. وpoint, point يعني نشاور عليها ونقول اسمها. and say ونقول اسمها زي ما احنا عملنا من شوية. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل لبيج 26 او صفحة 26. وعنوانها different shapes. different shapes يعني اشكال مختلفة. different يعني مختلف وshapes يعني اشكال. وهنا بيعرفنا اسماء بعض الاماكن المختلفة، بعض الاماكن اللي احنا ممكن نكون بزورها وبنشوفها كل يوم. طبعا متجر الملابس او a closest store. closest store يعني متجر الملابس. وfurniture، furniture يعني اساس.
الأساس اللي احنا بنعيش عليه في بيوتنا. شوب شوب يعني محل أو متجر. فيرنيتشر شوب يعني متجر الأساس أو محل الأساس. وجروسري ستور، الجروسري يعني البقالة أو محل البقالة. ستور متجر البقالة، جروسري ستور متجر البقالة، جروسري ستور. واخر حاجة الكاندي، طبعا الكاندي الحلوى الحلويات اللي احنا بنجيبها وناكلها طبعا. وهنا كاندي شوب، كاندي شوب يعني محل بيع الحلوى. كاندي شوب محل بيع الحلوى، كاندي شوب. فهنا بيزي بي بتقول لنا listen، استمع، طبعا هتستمع لاسماء الاماكن دي and say، وهتقولها زي ما انا بقولها. فنقولها مرة كمان مع بعض: closest store، a closest store، a closest store، a closest store. A furniture shop، a furniture shop، a furniture shop، a furniture shop. A grocery store، a grocery store، a grocery store، a grocery store. A candy shop، a candy shop، a candy shop، a candy shop. اوكي، نكون انهينا البيج دي ونتنقل البيج اللي بعد كده، خليكم معي. ونوصل لبيج 27 او صفحة 27، وهنا بيكلمنا على حاجة اسمها الاكاونتابيليتي. الاكاونتابيليتي يعني القابلية للعد، ازاي نقدر نعد الحاجات ونحسبها ونعرف احنا معانا فلوس قد ايه، وممكن نشتري ايه وممكن ما نشتريش ايه، وممكن يتبقى معانا كام. فبيعلمنا هنا جزء كده ليه علاقة بالماثماتكس او بالرياضيات، وبيعرفنا ازاي نحسب الحاجات ونشوف الحاجات حسابها قد ايه عن طريق ان احنا نعد، اللي هو نعمل عملية العد للحاجات. accountability المساءلة او القابلية ان احنا نحسب الحاجة. فهنا accountability يعني المساءلة، او ان احنا نعرف نحسب الحاجة بشكل سليم. فهنا let's make a budget. let's make، دعنا نصنع، يعني خلينا نعمل a budget. budget يعني ميزانية. الميزانية ايه هي يا اصحابي؟ البادجت او الميزانية هي ورقة او مثلا حسبة معينة بنعملها على شكل حرف T مثلا، زي ما احنا شايفين قدامنا في البيج هنا. بكتب الحاجة اللي انا عايز اشتريها، وبكتب اسمها، وبشوف سعرها ايه واكتبه قدامها. طبعا انا مش كل حاجة هقدر اشتريها، في حاجات هقدر اشتريها وفي حاجات لأ. ليه؟ لان ده اللي بيحكمني فيه الفلوس اللي معايا. فلوس معايا قد ايه؟ لو الفلوس اللي معايا تسمح ان انا اقدر اشتري الحاجة دي، فهقدر اكتب اسمها واكتب سعرها وانا مبسوط ومطمن، علشان انا معايا فلوس تكفي. طب في حاجات مش هقدر اشتريها دلوقتي، بس ممكن بعد كده بقى اشتريها. فهنا البادجت او الميزانية بيحكمني فيها الفلوس اللي معايا قد ايه، انا معايا كام، فبالتالي هقدر اشتري ايه ومش هقدر اشتري ايه. دي البادجت او الميزانية. فهنا بيقول لنا، فهنا بتقول لنا بيزي بي read، اقرأ، and complete، complete واكمل. وهنا مدينا مجموعة صور. اول حاجة تي شيرت، شيرت الجميل ده سعره قد ايه؟ سعره 10 LE او 10 pounds. طب والملك، علبة اللبن دي مكتوب تحت منها 5 pounds. طب والبريد، البريد او الخبز طبعا سعره 1 pound. طب والتشير، التشير او الكرسي ده سعره 10 pounds. طب والابل، الابل او التفاحة سعرها 3 pounds. طب واللولي بوب، اللولي بوب او المصاصة سعرها 4 pounds. نقولهم مرة كمان: تي شيرت، تي شيرت، تي شيرت. ميلك، ميلك، ميلك. بريد، بريد، بريد. chair، chair، chair. apple، apple، apple. lollipop، lollipop، lollipop. دي الحاجات اللي احنا ممكن نكون هنشوفها في المكان اللي احنا هنروح نشتري منه. فاحنا مكان، فاحنا دلوقتي هنشوف احنا معانا كام، نعرف نشتري ايه وما نعرفش نشتري ايه.
صديقنا ده بيقول لنا I can. I can يعني أنا أستطيع. Buy. Buy يعني أنا أشتري. I can buy. أنا أقدر أشتري. وعامل البادجت زي ما احنا قلنا من شوية حرف ال T. الجنب ده كاتب فيه الايتم او العنصر اللي احنا ممكن نقدر نشتريه. وهنا البرايس او السعر. يبقى الايتم والبرايس. الايتم اللي هو الحاجة اللي انا هشتريها، العنصر اللي انا هشتريه، والبرايس البرايس السعر بتاعه. فهنا اول حاجة التيشيرت سعره كام يا اصحابي؟ سعره 10 pounds. فهو هنا حاطط صورة التيشيرت وين حاطط قدامه 10 pounds. وهنا بعد منه حاطط صورة اللولي بوب او المصاصة، وكاتب هنا بلس زائد 4 pounds. يبقى هو هيشتري تيشيرت ب 10 pound ولولي بوب ب 4 pounds. فسعرهم حاطط الصورتين تحت جنب بعض وسعرهم او البرايس بتاعهم 14 pound. 14 pounds يعني 14 جنيه. وهو هنا قايل لنا قبل ما يعمل البادجت بتاعته دي ان هو معاه 14 pounds. 1 2 3 4 كوينز، كل كوين فيهم ب 1 باوند، يبقى هنا 4 جنيه او 4 باوندز. وورقه او 1 بانك نوت، ورقه نقديه واحده ب 10 باوندز، ب 10 باوندز او ب 10 جنيه. فيبقى هو معاه 14 باوندز. 14 باوندز يعني 14 جنيه. طب هنا صديقتنا دي بتقول لنا I can buy. I can buy يعني أنا أستطيع أن أشتري. I can أنا أستطيع. Buy أن أشتري. وهنا علشان نعرف هي تقدر تشتري إيه لازم نشوف معها كام الأول. فهي معها 1 2 3 4. يبقى هنا معها 4 coins، كل كوين بواحد جنيه أو ب1 pound. يبقى هنا معها 4 pounds. ومعها كمان 1 بانك نوت او ورقة مالية واحدة، ورقة فلوس واحدة ب 5 pounds. يبقى 4 coins و 5 pounds يبقى 9 pounds. 5 6 7 8 9 يبقى معاها 9 pounds او 9 جنيه. ورقة بخمسة او 5 pounds and 4 coins او 4 جنيهات 6 7 8 9. يبقى هي هنا معاها 9 pounds. طب هتقدر تشتري ايه بال 9 pounds دي او بال 9 جنيه دي؟ تعالوا نشوف. اول حاجة ممكن تشتريها الملك او الحليب، ده سعره 5 pounds. فهنحط هنا صورة الملك وهنكتب هنا في البرايس 5 pounds. يبقى هنحط هنا صورة الملك وهنكتب هنا 5 pounds. طب ايه ممكن كمان تشتري ايه يا اصحابي؟ ممكن تشتري البريد او الخبز، وهنحط هنا 1 pound لان الخبز الرغيف بكام؟ بجنيه. فهنحط هنا صورة البريد وهنكتب هنا 1 pound. كده احنا صرفنا 6. ناقص ايه؟ 3 معانا. ناقص 3 لو صرفنا الفايف وان يبقى 6، يبقى ناقص معانا 3. نشتري بالثري باوندز دول ايه؟ ممكن نشتري بيهم ابل او تفاحة. فنحط هنا صورة الابل او التفاحة وهنكتب هنا 3 pounds. 3 pounds يعني 3 جنيه. يبقى احنا هنا صرفنا كل الفلوس اللي معاها. صرفنا 5 في الملك، وصرفنا 1 pound في البريد، وصرفنا 3 pounds الباقيين في الابل. يبقى نحط هنا صورة الملك وصورة البريد وصورة الابل وهنحط هنا 9 pounds. احنا هنا طبعا جمعناهم على بعض، عملنا بينهم علامة البلس او الزائد. ممكن حد تاني يشتري حاجة تانية. ممكن حد تاني يشتري الملك واللولي بوب مثلا. الملك ب 5 pounds واللولي بوب ب 4 pounds، يعني 5 plus 4 هتلاقيهم 9 pounds. فكل واحد يقدر يفكر بالشكل اللي هو حبه. ممكن حد تالت يشتري البريد او الخبز والابل او التفاحة دول ب 4 pounds، ويشتري كمان اللولي بوب ب 4 pounds كمان، يعني ب 8 pounds، وهيبقى معاها 1 pound. فزي ما قلت لكم يا اصحابي كل واحد ممكن يشوف او يحل المثال ده بالشكل اللي هو شايفه صح. المهم ان احنا هنا عملنا ايه؟ عملنا عملية الحساب
وحسبنا البادجت بتاعتنا او الميزانية بتاعتنا بناء على الفلوس اللي معانا، وبالتالي نكون انهينا حل البيج دي وانهينا معاها شرح درس النهاردة. وفي الختام اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، والاهم انك تشارك الدرس ده مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد، وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.